هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أخته وأخيه. زوجة ولد محرم لا حرج. زوجة ولد زوج ولد زوجة ولد ولد زوجة ابن بنته زوجة أبيه وجده كلهم محارم. الله قال ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء. قال وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم فأولادهم من صلب أولادهم من الرضاع زوجاتهم محارم. فإذا قبلتهم أو قبلها لا عن شهوة ولكن بمناسبات الأعياد القدوم من سفر لا حرج في ذلك. ولكن أفضل يكون التقبيل إن قبلته قبلوا على أنفها وعلى رأسه، وإن قبلها يكون في خدها أو على رأسها أو هذا هو الأفضل لا مع الفم. هذا مع الفم الأولى تركه للزوج، هذا هو الأولى عند جمع من العلم.